سلسلة التحدث عن الأبراج، الأبراج الإلكترونية والأبراج على الواقع. فقد ارتأيت إلى أن أتحدث على بعض المشاكل التي يواجهها أغلب الأشخاص مع بنك معروف في المغرب، وهو بنك السياج، الذي يواجه مجموعة من مستعمليه مجموعة من المشاكل إخواني الكرام. لذلك في هذا الفيديو بإذن الله سوف نتحدث عن تاريخ هذا البنك وعن مميزاته وعن عيوبه كذلك. إذا كانت هذه أول مرة تشاهدوا في فيديوهاتي، لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، مشاركة الفيديو مع أصدقائك.